نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار المحافظات. في كفر الشيخ تم تنظيم مبادرة العيد أحلى في 250 مركز شباب، أما في المنيا فتم توقيع الكشف بالمجان على 1651 حالة من القنافلة الطبية. كمان في الإسماعيلية فقصر الثقافة بيعرض الأفلام في سينما الشعب بأسعار رمزية، وفي الأليوبية تم التوسع في قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات بنها. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في دمياط أطلقت مديرية الشؤون الصحية شعار وحدتي بتعيد خلال أجازة عيد الفطر المبارك، بهدف تنظيف وتجميل وحدات ومراكز طب الأسرة بإدارات الصحة. أيضاً تم التأكيد على جاهزية الوحدات لتقديم الخدمات الصحية خلال أجازة عيد الفطر، فضلاً عن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وسلامة المعدات. في كفر الشيخ شهد 250 مركز شباب مبادرة العيد أحلى لجذب جميع الفئات العمرية لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك وإدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في قرى ومدن المحافظة للاستمتاع بالألعاب الترفيهية والرياضية. في المنيا أعلنت مديرية الصحة تنفيذ قافلة طبية وعلاجية بقرية الخياري التابعة لمركز أبو قرقاس، وتم الكشف الطبي على 1651 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في الإسماعيلية أعلن فرع ثقافة المحافظة عن عروض مشروع سينما الشعب يومياً وطوال أيام العيد من الساعة 10 صباحاً حتى 12 وربع ظهراً، ثم حفلة 2:30 ظهراً وحفلة 7 مساءً، يليها حفلة 11:30 مساءً، وبيبلغ سعر التذكرة 40 جنيه. في سوهاج أكدت مديرية الزراعة أنه هيتم بدء استقبال الأقماح المحلية يوم 15 إبريل الجاري بمختلف الصوامع والشؤون التخزينية اللي بيبلغ عددها 17 موقع بمختلف مراكز المحافظة واللي بتسع أكثر من 169 ألف طن من الأقماح. في الأقصر تم انطلاق 50 رحلة بالون طائر على متنها 1000 سائح من مختلف الجنسيات وسط استعدادات أمنية مشددة. في الأليوبية أعلنت مديرية الصحة التوسع في قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات بنها في الأليوبية، وده من خلال إضافة وحدة متميزة لمناظير الجهاز الهضمي للأطفال، وتم تطوير قسم مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى حميات بنها ليصل عددها داخل وحدة المناظير لخمس مناظير علوية وسفلية للكبار، والتي تستخدم في الكشف عن قرحة المعدة والاثني عشر وأسباب صعوبة البلع وحالات النزيف المعدي والمعوي والكشف عن الأورام الحميدة.